طيب، من ساعة ما جبنا سيرة مسلسل المداح ومحمد العمروسي ما بطلش كلام عن حمادة هلال وعن جمال حمادة هلال، كلمنا كتير في الاوف اير وعايزاك بقى تشرح اكتر. لا، حمادة من الناس المحترمة جدا القريبين جدا لقلبي. هو كان بيزاولنا في اللوكيشن وكان بيلبسنا الحاجات وفجأة نلاقيه بيتكلم مع نفسه، فايه يا حمادة؟ لا 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 لا، ما تشغلوش بالكوا بيا، انا بس بجيب حاجات من دماغي. بتجيب حاجات ايه يا حمادة؟ فكان معيشنا في حاله رعب برضو بقى، وهو كان عايش برضو. حمادة من الفنانين المهمين جدا، الفنان اللي يتقال عليه فنان شامل بجد، وليه شعبيه كبيره جدا، كل التحيه ليه، وقلب ما فيش ابيض من كده. سمعنا عن الاجواء المريبه اللي كانت في تصوير المادة ده بجد يعني كتير. ولا انتوا كنتوا؟ استاذ احمد سمير فرج وراني فيديو واحنا بنصور المزيكا وهي في الاستوديو مشغلينها، فجاه في ادراج بتتفتح لوحدها وتتقفل لوحدها، يروحوا فندق فجاه البيبان بتاعت الفندق يعني الموضوع برضو في حالة موجودة، لأنه عاشوا قوي جوه الموضوع، انت فاهم قصدي؟ عاشوا والموضوع والناس دي يعني الحاجات دي موجودة حوالينا على فكرة، يعني لما بتستدعيها بتيجي. شفت؟ فاهم قصدي؟ اللي خاف من العفريت يطلع له. ده حقيقي، كنا بنقول كده. ده حقيقي.